ابو عبد الله. مشكور سيدنا الله. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ شلون صحتك؟ اهلا ومرحبا، تفضل. اقول لك على مود نذر، انا ناذر لابني. نذر ايش؟ نذر. اي نذر. عندي واحد من ولدي قوه نجح من السادس، كل سنه انقى عليه وبعد ما ينجح. الحمد لله قرت عيني. بعدي قوه نجح، نذرت له بعير. ما شاء الله. ما شاء الله. ليه؟ ايه هو اجل قلت له وجه الله اذا نجحت اقول لك بعير، انا نذرته نجح السنه. نذرك نذرك شرعي لو عرفي؟ والله ما ادري سيد، انا ايش لوجه الله انا نذرته، قلت له وجه الله اذا نجحت السنه اسوي لك بعير، هسه هو نجح، بعير ما عندي وحايل. زين. بسم الله العظيم سيد وحايل بروحه. من باب من باب اللطيفه ابو عبد الله اقول ابنك ايش قد وزنه؟ كبير علي. اه كبير. كم سنه بالسادس؟ كم سنه بالسادس؟ سنتين وحيد. مو هوايه. زين مو هوايه. اي اسم عنده انا والله ما يسمى. على اي حال النذر مو واجب عليك يا ابو عبد الله، ريحتك ان شاء الله، النذر مو واجب عليك. لان هذا نذرك نذرك مو شرعي، بس انت على اي حال انطي فتشيك ولو هذا على حال على سبب نجاح ابنك، سوي لك فد ديج فد دجاجه، وان كان البعير البعير مو واجب عليك. حياك الله عيني. طبعا كل شيء مو واجب عليك، لا ديج ولا دجاجه، هذه من باب انه تفرح ابنك مسوي له وليمه.